أنا الجنت بالدنيا لاعب جولة والمرتبة الواصلها كنت الأولى. شو هسه طلعت عالم أتعس مني أتعلم وأدرس قمت من دولة. عمي سياسين كم غلباني عودان هتلر شو قشر ذبوني. وبوقتي لو من دولة عندي اثنين يمكن أدمر العالم بيومين. العالم هسه تدور طشة يفتح بس فيه الزب كرشة ولكم بابا الفن مهيج. قدم فن الناس تحبه مو تطلع ناثر للكفشة. أنا بوقتي من طقيت ما كان أصلا انترنيت. لا فيس ولا تكتك عندي أطلع صامت وإن حبيت. لا فيس ولا تكتك عندي أطلع صامت وإن حبيت. قول يا رشحك كي أبوق وزارتي فبغير حزبك لا أكون ثقيلا. الآن قوليها الآن قوليها ولا تترددي. ترى الفاسد دايم يصفقولا. لو رشحتني أمحو ذيولا أو أضيف ذيولا. لا تخجلوا مني فهذه فرصتي لأكون بين الفاسدين عميلا. أريد أنصحكم ركزوا علي لا تسخطون وقر شوي. أنا المني جيبون اسمي يعني النظرية النسبية شي سويتي في دي العالم قاعد يتدرس يومية. ما ظن واحد بيكم يقدر يوصلني ويتقارن بي. حاول تصنع شي وتغير واهتم بدروس الكلية وادرس اللي تحبه مو إلا تدخل هندسة أو طبية. أنا المستشار أنا اللي أنطي القرار. أنا اللي أسوي الخيال دق مواسم واحتفال. أنا جبت لكم رونالدو وجورجينا والجهال. صوتي للعالم وصل ينظر بي المثل حتىني ما رانا جبت ومسير التوما شو القضية يمه؟ تظلون واقفين بالباب قعدوا شوية. اي ماما ترى شوية مستعجلين. هي خمس دقائق دي شربوا شاي وطلعوا. لا لا ودعتك خل نروح ونجي ناكل نشرب نسولف شو تريد نسوي؟ يا الله وخلوا سيوف يمكم ساعتين ثلاثة وراجعين. هلا هلا بيبي هلا 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 وتخرج قد ما تردون على وا. عمي ما يخالف بس دير بالك ترى أنا هذا الولد مشيت على نظام مو أجلكم خربين. أفا عليك أنا عمك أبو النظام والالتزام. أنا ليش هذا رجل شلون طلعت تربيته هيك معدله غير أنا مربي أبو النظام والالتزام أنا. وأني أنا عمتك أم النظام والالتزام. كفو منك والله. عافية عليكم بس أهم شغلة لا تليفون ولا آيباد. تليفون شنو؟ تليفون غير يخرب عقل الجاهل. ترى عمي سمه وموته اذا شاف طفل بيده موبايل. ها ولا البلاي ستيشن. بلاي اعرفه يعرفني البلاي هذا كلش تمام. خال عافيه اذا جاء وراد ياكل اعطيه تمن مرقه فواكه اي شيء صحي لا تشبس ولا نستله. اقولش هذا رجلش ترى ربيته على التمن والمرقه يعني ساتر يا تشيبس. زين وهاي جنطه خليه يحل الواجب. ولا يهمك انا بنفسي راح اشرف على الواجب اخليه يحل واجب باكر وعقبه والسبوع كله ويمكن هم امتحنا نهائي وطي الشهاده فد مره. اوكي بابا اوكي يلا احنا رايحين 3 ساعات 4 وراجعين ماشي. روح روح اطمئن صار عاقل. لا هو عاقل سيوفي حبيبي سلامي. تعال 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 يا هلا يا هلا يا هلا. جيب جنطه جيب كاسره ظهرك. شلونك 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 سيوفي حبيبي؟ جد وايد التليفون يموت الدلال. هذا التليفون شحنت لك اياه من الصبح وخليت الكهرباء تخرخر من عده. تونس حبيبي تونس. هاي امك طلعت ساجنتك بيت جدو سياحة وسفر حجية تجيب النمنمات. اي بيبي طلعت لك من الصبح للسوق واجيب لك الشيبس والنساتين والعلوج والمصاصات ما خليت شيء اسجيبهم.
هم هذا وصيتني عنه. ها ها البلي البلي، وجبت لك هذا القرص اللي وصيتني. هو طلع $80 غالي بس ما يغلى عليك. شو غير بيت جدو؟ سياحة وسفر. جدو أول واجب. يا واجب ما تقولي، سعدك ماجستير هي ابتدائية، أنا كنت أدرس ورا ما يخلص الامتحان أصلاً. وحجيه ولا هاي اللي شو اسمها؟ نوتيلا نسيتها. نوتيلا إيه جبنا لك. شلون نوتيلا؟ نوتيلا ولا تنسين حجيه الآيباد. الآيباد همه الآيباد حجيه خليه على الشحن. ليش؟ على مود إن شاء الله سيوفي يخلص من البلاي يروح للتليفون، يخلص شحن التليفون يلقى الآيباد مفول شحن. بيت جدو سياحة وسفر. ها شنو هاي بابا؟ صدق كذب؟ ها شنو هذا لك صدق تحجون؟ وشنو هذا النقال؟ والبلاي؟ وذاك الايباد على الشحن؟ والنوتيلا بالطريق؟ الواجب وين؟ وعلي من هالواجب عيني، اهلك قاموا بالواجب وزياده. حجيه لا 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 تجيبين النوتيلا. ما لقيتها. طلعت مو صحيه. عيني رب يحفظك عيني سيادة المدير. لا لا اطمن اطمن، اليوم هو أول يوم بالعام الدراسي وأنا تدري بيه مدير ما أتهاون. أول يوم بالعام الدراسي الكل يداوم، الطلاب هسه لو تجي تشوفهم راح تلقاهم مالين الصفوف والمدرسين الكل مداوم، ما عندي طالب ولا مدرس يغيب أول يوم بالعام الدراسي. اهلا وسهلا بك. يا مرحبا استاذ. اهلا بك. يا مرحبا عيني. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. شلونك؟ ورحمه الله. اهلا وسهلا. يا ما شنو هاي حامل؟ ما ادري بيت حامل عمي. اي والله استاذ. مو شنو انا بنهايه السنه اللي فاتت كنت بالشهور الاولى فما مبين. وانتم ما شاء الله خوب بالشهور الاولى ولا تقولون شلون العد من العين. الخير والبركه على الخير. فاني جاي اخذ اجازه وضع. ادري بيك ادري بيك. هاي الدخله مو هيك يا بدللي من بطن عيني ان شاء الله. بس انت تدرين انه انا عندي نقص بالكادر التدريسي. مرحبا استاذ. يا اهلا عيني في دول قلبك. هلا حبيبي. هلا شلونك؟ 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 طبيتي بشهري. سكتي سكتي سكتي. شهرك؟ وينك وشو بالله بطنك؟ لا باعي، انت حتكملين شهرك وتاكلين شويه من العاشر مبين. شلون ست اخبارك؟ هلا عيني الاستاذ. الف مبروك دوام العام الدراسي ان شاء الله. بس شو حامل؟ شنو؟ ها؟ واكيد هم جايه على مود سنه مو؟ اي استاذ بس بشرفك استاذ انا اريدها اليوم. بس الله يخليك ستي، يعني انت مدرسه الرياضيات الوحيده عندي بالمدرسه، يعني اذا اخذتي اجازه يعني منو يدرس؟ اي وشلون استاذ يعني ما خلف؟ لا خلف اي بس يعني غير تعملون حساب لهي السالفه الله يخليكم. سالت عليكم قالوا هنا شلونكم؟ شلونك؟ تعالوا شلون؟ هاي هم حامل. شو خشوش هالكبار؟ شو القضية؟ شو القضية؟ هذا عندي حامل يا ناس. صدق القضية يعني ما قلنا هالشكل بس مو لهالدرجة يا ناس. ما معقول هالشكل يعني ما يعني هلا. يا بو يا بو يا بو يا بو يا أربعة أربعة وين أعطي وجهي؟ أربعة أربع مدرسات. شو القضية؟ وين جايين العيادة النسائية لو المدرسة ما تفهموني؟ شبيك استاذ شبيك ما تقول لي شبيك؟ شنو شبيه؟ شلون وقتوها يا بداية السنة الدراسية؟ بس أردف أفهم شلون؟ استاذ ترى حقنا. هذي حقكم بس مو لهالدرجة الله يخليكم. يعني أنا ما عندي كادر تدريسي. أستاذ أنا موجودة هن طبن بشهرين بس أنا بعدني. أنت بعد والله تيب يا شهر. بالسابع. زين بالسابع الحمد لله. يعني إن شاء الله تكدينا لحد الفصل الأول. إي قول يا الله. ما بس ما معقول هالشكل يا ناس. أنا ما عندي كادر تدريسي ما يصير هيك يا ناس. يعني ما معقولة كل ما التفت ألقى بطن كبيرة كل ما التفت ألقى يمه 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 الخامسة. ركز استاذ ركز. شو الحكي هذا؟ اسف 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 اسف. انت ما تدري ايش صار بي قبل لا تدخل. شنو؟ كل شوي التفت القى لي بطل. ما المصيبة. ها انت هنا مركز. اي هنا 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 حقك. لا لا شو اجازة وضع انت؟ تفضل حبيبي استاذ. هاي دفتر الغياب. غياب مال منو؟ مال الطلاب. دي جيب لي غياب المدرسين. انت اول مرة كلها راحت المدرسة راح تفرغ. يا ربي ما معقول هالشكل يا ناس. ما معقول يعني هواي هواي كل شيء هواي والله جايزكم هواي راح تصير. اكتب واحد اثنين. ما قلتي لي حامل بنية ولد؟ لا أنا ولد. وانتي بنية؟ بس رجلي شارط علي ورا هالبطن لازم احبل واجيب له ولد. لك عيني تعولي 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 يلا الله بكت والله معوده بكت والله لازم يدوى. هو شعليه الضيم كله علي انا اجازه ورا اجازه تصير شعليه. استاذ قلت لك لا تخاف انا بالسابع اشيل شغلهن حبيباتي ذني. اكيد اكيد. بس اذا بالسابع معناها ان شاء الله قدامك 3 شهور مو شهرين. ليش 3؟ ها مو انت بتشريه غير؟ اي لا 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 عاد شو تسوين؟ تخلصين شهرك وتاكلين شويه من العاشر. وانت ايش مدريك؟ ها مو صرت ما شاء الله خبره لان من قد الحوامل.
خمسة خمسة يما يما خمسة يما يما خمسة 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 وين أروح وين أروح؟ أنا مو قلت لك لا تخاف، أنا بالسابع. شكو وحدة تأخذ إجازة؟ أنا شيل شغلها. وحدة اثنين وحدة اثنين يا ربي أكيد أكيد. ترى أنت المسؤولة قدامي. أنا يمي. أوكي راح أعطيهن اللي جايز كلهن. دعوة دعوة. ده وقع وقع. يما هيا جابت هاي شبيك راح اجيب استاذ يا جميل غير تخلصين شارك وتتاقيم العاشر شويه يا عاشر هاي ولاده مبكره يا بوي يا بوي ولاده مبكره يا بوي يا بوي راس مالي راحت راس مالي راحت لا وش مال تقلي ولاده مبكره انا راح يصير بي ولاده مبكره أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم لقاءنا غريب شوية. لقاءنا ويا اثنين طواغيت حكموا البلد ويقعد بيناتهم مواطن عراقي بائس وفقير. أهلا بالمواطن العراقي البائس الفقير. أهلا حبيبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا مرحبا حبيبي. شو رأيك بالطواغيت دولة؟ يخبلون يخبلون يعني الطواغيت أنا بالنسبة لي أموت على الطواغيت يا أخي ترسون العين هيبة هي قوة زين منو احسن واحد بيهم؟ يا اخي والله يعني احتاريت احتاريت يعني مثلا هذا تعجبني شواربه هذا تعجبني لحيته يعني ما اعرف استاذ يعني مثلا عندك هذا هذا انا موت عليه يعني اللبس مالته الكاريزما يعني هيك هيبه 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 يعرف يلبس وانا اكثر شيء احبه بالطاغوت مالتي انه يكون يعرف يلبس اللبس هذا احسن شيء عنده؟ اي نعم نعم يعني حتى لو انت ما تلبس؟ حتى لو انا ما اعرف البس، المهم هو يلبس. اما هذا يمكن شوي الكاريزما مالته مو كلش، يعني مثلا لبسه مو كلش عدل ما يلفت الانتباه، بس بعد عيني عينه، خلى بيدينا موبايلات. ها موبايلات، على مود نصور الانفجارات وسوء الخدمات وسخام الوجه. استاذ الله يخليك، صور بها اللي نصور، المهم عندنا موبايلات، وين لاقيها استاذ الله يخليك وين لاقيها؟ نمشي بالسيارة ونخابر. ماشي ماشي. زين منو أكثر واحد شفت الضيمة بزمنه؟ اثنينهم استاذ، اثنينهم. أنا استاذ أي حبيتهم حتى لو راوني الضيم، ليش؟ لأن أنا بي عادي. أي بي عادي، اللي يلزم علي سلاح أحبه. اي يعني احبه يعني واحد زمان احبه يعني وهم ما شاء الله ما بيدهم غير الاسلحه بس الاسلحه بيدهم يعني على راس على راس على راس يعني اثنيناتهم على راسك لا الاسلحه على راسي استاذ بحيث بس اتحرك انصمت ماشي زين منو اكثر واحد هوست له والله اثنينهم هوست لهم منو اكثر واحد فقدت اعزاز بزمنه اثنينهم فقدت اعزاز بزمنهم استاذ مو هي شنو خلنا اقول لك على شغله احنا كانوا ياخذون اهلنا ويقولهم روحوا قاتلوا لأن الوطن بخطر، أوكي؟ فهم كانوا يقتلون أهلنا وأولادنا أيضاً على مود الوطن، لا عبالك على مود شيء ثاني، لا 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 عبالك على مود الوطن والوطن فقط. ماشي، زين من بعد هاي التضحيات كلها الوضع صار زين؟ لا لا ما صار، ليش؟ لأن أكو شغلة أستاذ أنت أيضاً ما تعرفها. كل دول العالم كلها ها؟ يعني يقولون خلينا ننطي شهداء على مود الوضع يصير أحسن بس إحنا يقولون خلينا ننطي شهداء على مود الوضع ما يصير أسوأ والمضحك بالموضوع بعدين الوضع يصير أسوأ زي منو تتمنى يحكمك هسه؟ يا أخي حيرة ما عرفت أنا شريد يحكمني هذا أظل أدعي طول اليوم بلكت يحكمني هذا يحكمني هذا أظل أدعي طول اليوم بلكت يحكمني هذا هي ماشي استاذ هي ماشي زين يا المواطن العراقي البائس الفقير كلمة أخيرة والله بزمن الأخ والأخ كل كلمة بحياتي ممكن تكون الكلمة الأخيرة والله يستر علينا إن شاء الله بس والله حبه قلت لك راح يصير عندنا وقت وزن زايد ما صدقتي اي وش اسوي يعني اسافر بجنطه صغيره لا تاكلوا هم انا برايي هلا بنلاقي حدا من المسافرين بيحمل الشنطه عندي ياهو ياهو يقبل اقول لك اخوي ابي مجال تاخذ لك جنطتين ويانا هذا ما اخذ جنطه من واحد ما ادري ايش بيها ما بيها
زين اخذ جذر الدولمه. لا اختي عذريني. والله ريحته طيبه كثير، شو رايكم ناكل منه ومنه بيخف الوزن؟ طبعا مو هي مسويه لخالتها ما شاء الله مارسينا اللي قدام. بعد اذنك ممكن تاخذ الشنطه معك؟ انت والشنطه يا على راسي. لا 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 مو مو مالت الجنطه، الجنطه مالتي انا. تعذرني ما اخذ. متوقلت اوكي. عيني. جنطه ما اخذ، بس الشنطه اخذ. زين اقول لك ما بيها مجال تاخذ وياك بس الجنطه هاي صغيره ونبيها سمك بس. جايبين علاقه سمك هالنوب؟ زين خلينا نعطيك كيس الخريط. شنو؟ خريط؟ شو هاي خريطه؟ هاي الخريطه اخذها، بس الخريط مالتكم لا تعذرون. زين يابا اوكي ها زين ليش ما نعطيك اكو عندنا حب احمر؟ صديق كذب شنو حب احمر وخريط وسمك وما ادري شنو؟ شو انتم مسافرين لو رايحين تفتحون مطعم؟ يلا يلا اخرتونا خلينا نروح من هناك احسن. سوري عينيش. بعد اذنك ممكن تاخذ هي الشنطه معك؟ يا شنطه ست انا اصلا عندي وزن زايد. لا لا بس اعطيك جنطتي انا صغار ما اعطيك شيء. انتم نفرين ايش دعوه جايبين هالقد جنط؟ يعني شلون ما البس؟ انت بتعرف انه اهم شيء بالحياه عند الصبيه هو اللبس؟ يا لبس هم انتوا شعبتوا بالكنتور؟ لا لا احنا ما اخذنا ملابس من الكنتور، لا احنا رحنا على الكنتور خلينا فوقها يده، اوكي عيني؟ بحيث جبنا الكنتور حولنا الكنتور الى جنطه وجبناها للمطار لخاطرها. يعني غير مسافرين؟ كل احنا نسافر بس مو هالشكل. سفر البنات غير سفر الشباب. يعني غير كل يوم لبسه؟ شنو؟ كل يوم لبسه؟ لا عيني هاي عندي وعندك كل يوم لبسه هم غير. اي اكيد طبعا، لبس الصبح يختلف عن لبس العصر. وبالليل كمان في لبس كتير، لبسه غير شكل. شو القضيه شو القضيه؟ انا سمنا روح سفره جواريبي ما بدلها الا قبل الرجعه بيوم، ومو على مود شيء بس على مود ريحته ما تطلع بالطياره. من هلا فايحه ريحتهم. يلا يا عيني شوف ان احد ياخذ الجنط الطياره راح تفوتنا. ما حد يقبل ما حد يقبل. يابا يابا لله يا محسنين لله، عندي وزن زايد والطياره راح تطير، ماكو واحد ياخذ جنطه، جنطة خفيفة تمنع بلاوي سخيفة، وينهم أهل الرحم؟ وينهم الجاويد؟ وينهم؟ 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي المول المنصور. يلا تفضلي. يلا بنات. يا الله شو راح ليهات؟ في ماكو مكان؟ يما يما شنو 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 شنو؟ كل دول تريدون تصعدون تاكسي؟ شو انتم مرتاحين هالشكل؟ اي لا ما مرتاحين، خنقة هي قوة، لازم وحدة من عندنا تقعد لي قدام. والله أنا بصراحة مستحي من عندكم بس ترى هو هذا الحل. لازم وحده بيكم تصعد قدام يعني وان شاء الله انا مثل اخوكم يعني. اي والله علوها بس منو تقعد لي قدام؟ اقول لك شو تقوم تقعد لي قدام؟ ليش عيني؟ عشان انت متزوجه. بالعكس لانه متزوجه ما يصير اقعد قدام يوم السايق، يشوفني زوجي يشوفني اصدقاء ايش يقولون علي؟ قوم قعد قدام. ليش؟ لان انت ما عندك اخوان. هلو؟ واذا ما عندي اخوان يعني ما عندي اب، ما عندي اهل، ما عندي قرايب، ابوك سبورتي ما يحكي. واذا سبورتي يعني خليني اقعد يوم السايق عادي؟ انت قومي قعدي لي قدام، انت سباعية وقوية وتعرفين شو توقفي عند حده. شو توقفي عند حده؟ هي هي شو توقفين عند حده؟ شو ايش بيكم؟ صدق كذب؟ شايفيني؟ الله يخليكم خلصوني اقدر اروح. انت قومي تقعدي لي قدام. قومي انت يا بعد احلى لكم، منو اكبر وحده بيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله مصعد روضه وياي، ما بيهم ولا وحده كبيره. زين منو اصغر وحده بيكم؟ انا انا بالاخير انا اطلع اصغر واحد بيكم. يابا اذا هالشكل انتم هواي نفرات ولا وحده بيكم تصعد قدام اجروا تاكسيين على اليمن، هذا هو المول. اوه ادري شلون بالله شلون تنحل القصه؟ لا قابلين تنزلون ولا قابلين كذا. اقول لكم شغله والله جديه، اي انا عندي الحل. منو بيكم تعرف تسوق؟ انا. ليش؟ أنا الجنت بالدنيا لاعب جولة والمرتبة الواصلها جنت الأولى، شو هسه طلعت عالم أتعس مني أتعلم وأدرس قمت من دولة. عمي سياسينكم غلباني، عود أنا هتلر شو قشر ذبوني، وبوقتي لو من دولة عندي اثنين يمكن أدمر العالم بيوم. هسه تدور طشه يفتح بس يهز بكرشه ولكم بابا الفن مهيب. انت شبيك وانت شبيك، قدم فن الناس تحبه مو تطلع ناثر للكفشة.
عشان بوقتي من طقيت ما جرس طال انترنت لا فيس ولا توك توك عندي اطلع صامت وان حبيت لا فيس ولا توك توك عندي اطلع صامت وان حبيت قول يا رشحك كي ابوق وزارتي فبغير حزبك لا اكون ثقيلا الان قوليها الان قوليها ولا تترددي ترى الفاسد دايم يصفقولا تعينا لو رشحتني أمحو ذيولا أو أضيف ذيولا لا تخجلوا مني فهذه فرصتي لأكون بين الفاسدين عميلا أريد أنصحكم ركزوا علي لا تسختون وقر شوي أنا المني يجيبون اسمي يعني النظرية النسبية شي سويتي فيد العالم قاعد يتدرس يومية ما ظن واحد بيكم يقدر يوصلني ويتقارن بي حاول تصنع شي وتغير واهتم بدروس الكلية وادرس لتحبها مو إلا تدخل هندسة وطبية أنا المستشار أنا اللي أنطي القرار أنا الأسوي الخيال دق مواسم واحتفال أنا جبت لكم رونالدو وجورجينا والجهال صوتي للعالم وصل ينضرب بي المثل حتى نيمار أنا جبته ومسيرته